قالت يا حسين ضاقت كربلاء بالخيل والقور، خيل وزلم وسيوف مصطكة، يا مظلوم يا ابن البتول، ان جان هالعسكر الجرار كل عليك مجندين وين لانصار، لكن يا خويا للمدينة طرش اخبار، بل كي يجينا محمد بالحرب جيدو عسكر برايات، واسن يا ضي العين وانت يا ابو السجاد رايات الحرب، وين خوف العدة تهجم على الفسطاط يا حسين، وفي وسط المخيم يا خويا تسيل دموع، نادى الشهيد حسين يا اختي لا تخافي، يا مخدرة هالساعة راياتي تشوف، وراية ابوك المرتضى في يوم لازم يا بنت المرتضى تشوفين اليوم، ونادى الشهيد حسين يا كبش الكتيب، صندوق رايات الحرب يا خوي جيك، وقام البطل عباس صنديد الحريق، متبادر الأمر الشفوية بحر العلو، جاء العباس بذلك الصندوق فتحه الحسين، أخذ ينظر إلى الرايات ويبكي، ينظر إلى رايات رسول الله، رايات أمير المؤمنين، رايات الإمام الحسن ويبكي، ثم أخذ يوزع تلك الرايات على الأبطال، وكل من أخذ منهم راية نشرها وهزها وانتخى أمامه، هذا وزينب تنظر إلى الحسين، نادت نادت بلكي يا محمد يجي، يا حسين دع قدرايته وبين المخيم، يا خو يا حسين زين خير في بني عدنان والأنصار، كل من لعلى وراية العظمى حملها بالفضل راعي الشيا، وراية محمد في وينه لو بعت منا السهل، شالفكر لو جاك متعني وسأل عن رايت، صاح سكتي يا حزينة عنك محمد بعيد، باع أخويا السهم مني وحصل الفرصة يزيد، ولازم تشوفين جسمي معفر فوق الصعيد، وبالفضل يم الشريعة معطلين جنازته، أفرد راية أسندها إلى طرف الخيمة، وبعث رسوله بكتابه إلى حبيب بن مظاهر، جاء الرسول طرق الباب، فتح حبيب الباب، فقدم رسول الحسين كتاب الحسين إلى حبيب، فأخذه حبيب قبله، أخذ يمر به على بدنه، بعدها دخل، يقال أن جمعا من بني عمومتي قد أقبلوا، ففتح لهم الباب وقال للأسدية لوذي خلف الستر، دخلوا عليه سألوه ماذا تقول يا حبيب فيما يجري، فقال لهم ما لنا والتدخل بين السلاطين، هذا منقول في بعض الكتب، لكن في بعض مصادر التاريخ تقول لما جاء ابن زياد حبيب ابن مظاهر ومسلم ابن عوسجة
هما اللذان كانا يدعون الناس لبيعة الحسين سلام الله عليه. يعني لهم نشاط. فلما دخل ابن زياد إلى الكوفة أخذ يقبض، يأمر بالقبض على من شارك مع مسلم. فقبيلة بني أسد وقبيلة حبيب ومسلم بن عوسجة أخفتهما عن ابن زياد، وظل ينتظران الفرصة، يتحينان الفرصة للالتحاق بالحسين عليه السلام. على كل حال لما دخل استقبلته الأسدية، قالت يا حبيب ماذا تقول؟ قال أنه أراد أن يختبر، قال أخاف عليك من الترمل، أخاف على أولادي من اليت. وإذا بها تخاطب حبيبا، الأبيات كلكم تعرفوها، كلكم تحفظون ما شاء الله، شارك وياي حتى تحصل على ثواب القراءة. تقول يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته حاير ويكسر الخاطر، لا تعاين كربلا يقولون صيبط المصطفى حط الخيام، ما لنا صر يا حبيب وعنده اطفاله، وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة، ترضى لي بالخدور وحسين تهتك عيلته، أين المنادي وزينبا؟ ظلت تنادي وتخمش بالخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب لعمامة يا ابن عمي وخذ هالمقن، وظل حبيبي عاين لها وغصب هلة دمع، صاح ما يحتاج هالنخوة ده بطلي من الوني، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلة خيم حسين، بين جيمان الأعادي والعساكر حاطته، أين المنادي وحسينا؟ فصاح حبيب بغلامه يا غلام هيئ الفرس وانتظرني عند بساتين الكوفة. ذهب الغلام هيئ الفرس وصار ينتظر قدوم حبيب، كأنما أبطأ حبيب على الغلام. فلما صار حبيب قريبا من الغلام وإذا به يسمع الغلام وهو يخاطب الفرس، لئن لم يأتي سيدي ومولاي لأمتطين صهوتك وأمضي للجهاد بين يدي سيدي ومولاي الحسين. فصاح حبيب الله أكبر، حتى العبيد تتمنى نصرتك يا أبا عبد الله. التفت إليه قال بني مبارك، قال لبيك سيدي، قال انطلق فأنت حر لوجه الله. التفت إلى حبيب قال ما أنصفتني يا حبيب، قال وكيف؟ قال أنت تمضي للقتال بين يدي سيدي ومولاي وأنا أبقى هاهنا، والله لا فارقتك حتى يختلط دمي مع دمائكم تحت راية الحسين. شكره حبيب أردفه معه وجاء إلى كربلاء. كان الحسين جالسا مع فتيان بني هاشم وإذا بالغبر قد ارتفعت، صاح أخي عباس، بني علي، بني قاسم، فلان فلان، قوموا واستقبلوا عمكم حبيب، إلا ما حل ذيك الشمايل يوم طاب الكربلاء، طلع عباس البطل بولاد أخو يستقبل
مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله وصل مستبشر لابو سكنة وتناول راي جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سا وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا صاح يا وسفة يا زينب تركبين على حيته بأحسن تحية وسر قلبها ابن أخوته بقي حبيب مع الحسين إلى ظهر يوم عاشوراء فصاح الحسين أوقف القتال لنصلي فصاح رجل من الأعداء يسمى ابن الحسين صلي يا حسين فإنها لا تقبل فاستشاط حبيب غيظة قال أتزعم أنها لا تقبل من ابن بنت رسول الله وتقبل منك يا خمار أعظم الله أجوركم فصاح حبيب بالحسين ائذن لي بالبراز فأذن له الحسين فتقدم حبيب إلى الميدان هاجركم الله فاختلف مع ذلك اللعين بضربات فضربه حبيب بالسيف فاتقاها فسقط السيف على وجه الفرس فشب به الفرس فسقط اللعين وهم حبيب به فاستنقذوه أصحابه بعدها مالوا على حبيب هاجركم الله فشد فيهم وهو يرتجز ويقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وليث قسور حتى قتل على كبر سنه 62 فارسا فبينما هو يقاتل إذ كمن له رجل من بني تميم وطعنه بالرمح في صدره أين المنادي وحبيبا وحسينا فهوى إلى الأرض فجاءه ابن الحسين وأهوى بالسيف على راسه أيوا سيدا وإماما هذا المقطع يفطر القلب ويقرح الجفن يقول الراوي ثم ابتدر إليه التميمي ووضع السيف في منحره حتى فصل الرأس عن الجسد وعلقه في لبان الفرس أين المنادي وحبيبا فانقض الحسين إلى ساحة الميدان هاجركم الله ولسان حاله إلا يا حبيب ما تقعد تعاين حالة حسين ويزهر يا مسلم ويبرير المحبي أنا ظليت يا رجالي بلا ناصر ولم بس العدا بجموعها حاطت علي والمنة يذوب القلب ويشيب الراس يوم وصل ذاك الغضن فروافي وصاح انكسر ظهري بالنومه
لحد يا شيال اللواء تبقى رمي. أيوة سيدا وحسينا واسف حسين ظل وحيد حاير بين عدوانه. واسف حسين ظل وحيد حاير بين واسف حسين ظل وحيد حاير بين عدوانه. واسف ما بين الكفر محتار ينظر بالعرى الأنصار. قالهم يا حماة الجار قالهم يا حماة الجار بين القوم عفتوني دمع هلت بين القوم عفتوني ودمع دم هلت أجفانه. واسف حسين ظل وحي حاير بين عدوى. واسف حسين ظل صد صوب الشريعة وصاح يا ليث الحرب يا حي. نايم على النهر عباس ما تدري بقيت وحي. بعد ساعة وظل مرمي وحرمنا تنسبي لي زي. أنا بالشتل ما بالي ولا فقدان أبطالي لكن صاير ببالي حرم تبقى بلا والي وزينب تظل حيرانة. واسف حسين ظل وحي حاير بين عدوى. واسف حسين ردي حش من صار يقلهم يا الأحباب شلو فرد مرة تعوفوني وعلى حر الثرى تناموا. هذا مقطع وصاله وذاك بمهجته مطعون. رجع بدموع هماله يريد يودع عياله وزينب عاينة حاله. تلقت بصبر حيدر ومهرة لزمة عنانه. واسف حسين ظل وحي حاير بين عدوى. واسف حسين ظل وحي صاح وداعت الباري زينب بقت مرتاعة وعليه التمت العيلة شعظمها عليه من ساعة. غدت سكن العزيزة تقول غدت سكن العزيزة تلوج يم بساعة وداعة. وصاحت آي أبو يحزين بعدك ملتجانا وين خبرني يا نور العين كان وقعت بالميدان ياهو البطل ويانا. واسف حسين ظل وحيد حاير بين عدوى. واسف حسين ظل وحيد